مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. دور مؤسساتنا الوطنية مهم جدا، خاصة في هذه الفترة الحرجة، وبلدية مدينة أبوظبي هي من المؤسسات الوطنية الرائدة في مدينة أبوظبي. ماذا عملت بلدية مدينة أبوظبي من أجل مكافحة فيروس كوفيد 19 كورونا؟ ما هي الحملات التي تقوم بها بلدية مدينة أبوظبي من أجل توعية جميع فئات المجتمع؟ كل هذه التفاصيل سنشاهدها أنا وأنتم في هذا التقرير. المؤسسات الوطنية اليوم أثبتت أنها متعاضدة ومتعاونة كلها في تنفيذ الخطة الوطنية الموضوعة من القيادة الرشيدة، تتماشى تماماً مع الكفاح اللي احنا نقوم به اليوم في وقف انتشار هذا الوباء. أثبتت اليوم المؤسسات والقطاعات والعاملين بها على قدرتهم بامتياز في إنجاز المهمة الوطنية المكلفين بها والتعامل مع الأحداث السريعة الوتيرة. اليوم نحن نشوف هذا التميز وهذا النجاح من بنات وأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، نجاح مميز ونجاح يدل على تكاتف وتواحد. نحن نشكر القيادة الرشيدة أنها سهلت اليوم التعاون المستمر بين القطاعات ووضعت خطط. اليوم الجميع كلهم في يد واحدة ويتعاونون بتلاحم للوصول للنتائج النهائية، ألا وهي إن شاء الله القضاء على هذا المرض، وإن شاء الله أن نتعافى بسرعة ونعود للحياة العادية إن شاء الله. اليوم نحن في حملاتنا استهدفنا بالدرجة الأولى التوعية، ونقول لهم كيف يلبسون الكمامات، القفازات، محافظة على التباعد الاجتماعي مترين. من هذا المطلق تم تنفيذ حملات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، الشرطة، هيئة الزراعة، وكذلك طال عمرك التنمية الاقتصادية. الحملات كانت متنوعة، منها حملة على مسرح بني ياس لتنظيم التجمعات الموجودة، على أساس أن اليوم نحن نحاول نحافظ على سلامة الناس عند بمنطقة المسرح، كذلك في منطقة سوق البلدية. النائب العام أصدر القرار ونحن من تاريخ 26/3 بدينا بالتنفيذ. القرار اليوم يتنوع في 14 مخالفة، المخالفات من 50 إلى 500، تضاعف في حالة تكرار وتحال نيابة الطوارئ في المرة الثالثة. كذلك في يوجد إغلاق إداري للمنشأة المخالفة، فهي مخالفات منوعة. نحن علقنا اليوم بوسترات موجودة على بعض الأماكن نبين فيها الغرامات والمخالفات. والله الحمد لله نحن التجاوب ايجابي، يعني لما نيجي عند الناس نطلب منهم عدم التجمهر نجدهم على طول في تجاوب. نجد اليوم نحن لما نمشي في الاسواق الكمامات موجوده، القفازات، التباعد الاجتماعي، حقيقه يعني في نسبه كبيره من الملتزمين، ولكن اذا كان هناك بعض الاشياء اللي مش واضحه نحاول نوضحها لهم. طبعا المناطق هي جميع مناطق اختصاص مركز بلدية الوثبة، من أحياء سكنية وأسواق تجارية ومزارع وعزب. رحنا مقسمين مركز بلدية الوثبة حسب على قطاعات، كل قطاع فيه مشرفين ومفتشين يقومون يوميا بعمل حملات توعوية لتوعية أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بخطر خطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه. تم تنفيذ عدة حملات أخرى، منها حملة مراقبة الأسعار الخضار والفواكه في الأسواق التجارية، ويتم رفع فيها تقارير يومية لإدارة عمليات التفتيش. كذلك حملة رصد التجمعات في مناطق اختصاص بلدية الوثبة كانت في الأحياء السكنية أو مناطق تجارية، ويتم رفعها للإدارات المختصة في بلدية مدينة أبوظبي. لكل ملتزم في الوطن شكراً، لأن نحن أخوانكم نشتغل معاكم، فأنت التزامك وتوجيه رسالة منك من نفسك ذاتية سواء داخل بيتك لعمالك لمجتمعك للمكان اللي تروح له يساعدنا نحن في أداء المهمة، فشكرا لكل من يقف معنا في الصفوف الخلفية. مشاهدنا الكريم، شعار بلدية مدينة أبوظبي
منذ الأزل بأن الموظف لا ينتهي عمله عند الذهاب إلى البيت، بل ينتهي عمله عندما تكون مدينة أبوظبي أجمل. أما الشعار الآن بأن الموظف لا ينتهي عمله حتى تكون مدينة أبوظبي أجمل وأأمن. سيف الواحدي لقناتي أبوظبي الرياضية، برنامج وطن الإنسانية، أبوظبي.